شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل تدعون
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
ثم إليه مرجعكم.
ويرسل عليكم حفظة حتى ثم ردوا إلى الله
واجعل لي لسانا صدقا
واغفر لأبي. واغفر لأبي فاعوذ
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق مما إن دافق. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم فلينظر الإنسان مما خلق. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق مما
ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم والليل إذا سجى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك الله أكبر
شحات قرآن دوت كوم.